حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة، وتقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذني الأرقام اللي ما يقدر يتصل بنا لأي سبب كان. الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب يقدر يكتب لنا رسالة نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف اليوم أو يوم العمال العالمي. يحتفلون العمال بالعالم وبالعراق بيومهم العالمي بالأول من أيار اللي هو 1/5 من كل سنة، واللي تعتبر الدول مناسبة أنه تسلط الضوء على جهود العمال اللي بذلوها حتى يبنون وينمون، فرصة للدولة أن تستعرض مشاكلهم وأن تضع حل لهاي المشاكل. بهالأثناء حكومات ما بعد الاحتلال اللي جت لحكم العراق، خصوصا حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشيع السوداني، مكتفية أنه تصدر بيانات تبارك لهم بيومهم السنوي وتعلن بهذا اليوم عبارة عن عطلة رسمية وبعموم البلاد. شنو الشيء الجديد بهذا الموضوع؟ ما حد يدري، لكن هاي البيانات والتصريحات مثل ما يقولون لا تشبع من جوع ولا تغني من فقر، هذا وفق العاملين العراقيين اللي قاعدين، اللي هم العمال اللي يعتبرون عامهم هذا هو الأسوأ بسبب الجور بسبب الظلم اللي يتعرضون له. رئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني أكد بكلمات إنشائية كأنما دا يكتب إنشاء بمدرسة الدور المميز للعمال واللي تبذله حكومته حتى يقرون قانون العمل وسعيها أن تنصف هاي الشريحة من المجتمع، لأنه ذول الشريحة يساهمون ببناء وتنمية البلد، ويتناسى أنه آلاف المعامل واقفة وآلاف بل عشرات الآلاف من العمال سرحوا من العمل لأنه هاي المعامل واقفة، ووصل الحال أن تنباع إلى جهات استحوذت على هاي المعامل، منها جهات متنفذة مثل اللي صار ويا معمل تعليب كربلاء اللي بدت الصورة به مثل ما راح تشوفون بعد شوية وراء إيقاف العمل به بهدف تسليمه إلى العتبات الدينية التابعة لمرجعية النجف. شوفوا معمل تعليب كربلاء. هذا المصنع كان يصدر وكان ينطي وكان ينتج، وماكو واحد بالعراق ما ماكل منتج من منتجات مصنع أو مصانع تعليب كربلاء. مثل ما قلنا حكومات الاحتلال اللي تعاقبت على حكم العراق نهجت بنهجها أنه تدمر وتهمل المعامل والمصانع والمؤسسات الإنتاجية والبراش الخاصة والحكومية همياً اللي بالعراق، وما وفرت دعم للمشاريع الاستثمارية أو التنموية، وهذا السبب اللي خلى قوة القطاع الخاص تتراجع بالعراق. عادة تكتفي سلطات الحكم اللي تتمثل بالرئاسات الثلاث، خصوصا رئاسة السلطة التشريعية اللي هي رئاسة البرلمان اللي يرأسها حاليا محمد حلبوسي، باليوم العالمي للعمال أن ترسل برقيات تهنئة للعمال
كأنه هو الثاني ما يعرف حال المصانع المهملة المتوقفة عن العمل، حال العمال شلون ما يعرفها، الطبقة الكادحة اللي موجودة بالعراق اليوم ما يعرف شلون تعاني الأمرين. خلونا نشوف شلون طلع الحال بمعمل إنتاج الأنابيب البلاستيكية بميسان وفقا لشهادة النائب رائد المالكي اللي ينتسب إلى البرلمان الحالي اللي رأسه محمد الحلبوسي، اللي قال بتهنئته للعمال بيومهم العالمي أنه راح يقدمون نماذج مضيئة بالعطاء تسهم بتحقيق التنمية والازدهار لهذا البلد الحبيب. فيا عطاء يتحدث وعن أي مصانع مثل المصنع اللي راح نشوفه هسه. اليوم كان لنا زيارة المعمل بلاستيك ميسان، بالحقيقة هو مو معمل واحد وإنما ثلاث معامل للأنابيب وللملحقات الأنابيب وأيضا للكاش البلاستيكي. للأسف لاحظنا يعني مشكلة موجودة بالمعمل، توقف من الشهر الثالث مستاذ علي، استاذ علي طبعا مدير المعمل رئيس مهندسين، هذه المادة المنتجة اللي هي أنابيب نوعياتها كلها درجة أولى في الحقيقة ضاهي وأفضل من الموجود والمستورد، توقفت من الشهر الثالث تسويق ماكو، تسويق وتوقف المعمل وياها طبعا. أكيد التسويق يوقف المشكلة، أنا سمعتها مشكلة يعني توقف التسويق اللي هي أنه ماكو فد مزايا تفرض على القطاع، على الدوائر الدولة المحافظة البلدية دوائر الماء اللي تستخدم هاي الأنابيب طبعا نوعياتها جيدة، ماكو فد إلزامية والتزام بأن تصرف هذا المنتج المحلي. كان أكو مشكلة بالسعر لكن الآن الأسعار أعتقد موازية للمنتج. هذا الحال. أما وزير العمل الفاشينيستا الجديد أحمد الأسدي أكد بتهنئته أنه يطلع إلى أنصاف العامل العراقي بتعديل قانون تقاعد وضمان العمال وتوفير البيئة الآمنة حتى تستمر آلية العمل للعمال والالتفات إلى القيمة الإنتاجية اللي يوقف وراها، يعني صنع في العراق، وهاي القيمة اللي شكلها العمال أن يغنون الحركة الاقتصادية والصناعية اللي هي متوقفة أصلاً وميتة. لهنا أنا انتهى كلام الوزير اللي مثل ما قلنا إنشائي، لكن هو همينه تجاهل أنه حكومته ونظامه الحاكم تسبب بتوقف عجلة الإنتاج الأهم المصانع مثل ما يصير بمعمل منسوجات ديقار اللي متوقف عن العمل، على الرغم من أنه هو يقدر أن ينتج أجود المنسوجات وأن يجهز كل الوزارات بأرقى المنتجات وبأعلى المواصفات وبضمن أسعار مقبولة محلياً. خلونا نشوف قبل أن نستعرض التغريدات على تهاني المسؤولين للعمال وتناقضها ويا واقع المعامل والمصانع. عندنا بمحافظة ديقار معمل منسوجات، محافظة ديقار قادر على إنتاج مختلف المواد لو ما تعرف. السيد الأمين العام لمجلس الوزراء تعرفون عندنا في محافظة ديقار معمل خاص بالمنسوجات لو ما تعرفون. عن هذا المعمل يقدر يزود وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التربية، جميع دوائر محافظة ديقار قادر على تجهيزها. لكن للأسف الشديد اليوم من التقيت بالمنتسبين اللي هم في معمل منسوجات محافظة ديقار، صراحة تألمت من شغلة واحدة، انه يقولون المستشفيات الأهلية والمنشآت الأهلية يجون يتعاقدون ويانا يشترون لأنه أسعارنا أقل من السوق، المواصفات اللي نشتغلها أفضل من المواصفات المستوردة. سيادة المحافظ جاي تسمعني شنو أقول له ما تعرف. الأخوة في هيئة نزاهة محافظة ديقار، الأخوة في ديوان الرقابة المالية، السيد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد رئيس الوزراء، تعرفون شنو اللي جاي يصير في محافظة ديقار لو ما تعرفون؟ سابقاً اللي عرفته أنه الدوائر من اللي تريد تطلب من معمل المنسوجات يقول لهم روحوا جيبوا لكم ورقة اعتذار من معمل المنسوجات. ممكن الأخوة في هيئة النزاهة يتحققون من هذا الموضوع؟ يتحققون من أوراق الاعتذار اللي إجت شلون قدرت تحصلها دوائر المحافظة بها طريقة قدرت تحصلها؟ الأخوة هنا العاملين يقولون إحنا مستعدين نزود الصحة، نزود الداخلية، نزود الدفاع، نزود كل دوائر المحافظة، شلون قدروا يحصلون على أوراق اعتذار؟ هذا الحال اللي بدنا نحكي عنه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات غردت على هذا الموضوع على منصة تويتر وعلى باقي المنصات الاجتماعية. عثمان المختار يقول أكثر من 4800 معمل ومصنع رئيسي في العراق ما زال معطلا بقرار سياسي منذ 20 عاما لبقاء الاستيراد من إيران.
ثم يأتون لتهنئة العمال بعيدهم بتغريدات بائسة. أي عيد وأحدهم غير قادر على شراء ثوب لابنته، وأي عيد وأسواق البالة تنتعش بالمدن وكأننا أيام الحصار. مصطفى يقول قبل سنوات أحد المدراء أراد أن يشغل كم معمل للعراقيين ويرجع الصناعة، وبعدها يشتغل بالأوراق والموافقات، تم تصفيته وتكتموا عليه مافيات إيران بدوائر الدولة. بعدين منين عيد العمال؟ شو كلهم المساكين بالشغل والسياسي والموظف العطالة البطالة هم معطلين وعدهم عيد. زهير قاسم، عيد العمال الحقيقي هو إيجاد فرص العمل اللائق لكل شريحة من المجتمع وحسب الاختصاص والحرفة. حينما يتحقق العدل والمساواة في المجتمع ويأخذ العامل حقه، بذلك نكون قد صنعنا عيدا حقيقيا. القضاء على الفساد والمحسوبيات هو المطلوب، وليس احتفال زائف يصرف عليه الملايين بذريعة يوم العمال العالمي. وهيثم يقول المسؤولين وأصحاب القرار يتسارعون ويتسابقون على التهنئة بعيد العمال. هل يعلم هؤلاء كم هي أجرة العامل في اليوم؟ هل يعلم هؤلاء كم عدد ساعات العمل في اليوم؟ هل يعلم هؤلاء ما هي حقوق العمال؟ فكانت هذه التغريدات حول قضية يوم العمال العالمي وحال العمال بالعراق بيومهم العالمي. أبو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسهل، مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. حياك الله. أستاذ، الغريبة في العراق أنه إذا كانت هناك معامل شغالة فاليوم المعامل تشتغل والموظفين معطلين، يعني عيد العمال العامل يشتغل والموظف حتى بطوة. اليوم المسؤولين ما أدري يعني من يهنئون بعيد العمال، يدري أنه عد لحد الآن عندنا المصانع والمعامل بالعراق لحد الآن يعني تعتبر شركات خسرانة، وخاصة القطاع المختلط اللي بالعراق، بسبب أن الدولة بالأساس ما تهتم بهذه المعامل. نعم. وما سوت تحديث للمكائن والمعامل. اليوم الدولة عندنا بطالة مقنعة في الموظفين في القطاع الحكومي، وهذا على كاهل الموازنة العامة للدولة، بينما لو اشتغل القطاع الخاص والقطاع المختلط بالعراق راح يرتفع الأسور العمال، راح ترتفع القيمة السوقية للعمل الصناعي والاقتصادي بالعراق. يعني اليوم المسؤولين ومن رئيس الدولة، رئيس البرلمان، رئيس الوزراء، من يهنئ بعيد العمال، أنت شنو اللي سويتوه للعامل العراقي اليوم؟ شنو اللي وفرت للعامل العراقي اليوم؟ أقل شيء هو اللي هو التأمين الطبي، التأمين الصحي، التأمين الطبي، تأمين للموظف القطاع الخاص. إحنا ما قدرنا، الدولة ما قدرت توفر، لذلك المواطن يعزف إنه يروح للقطاع الخاص بسبب إنه ماكو مستقبل لهذا القطاع. لذلك اليوم بعيد العمال من يهنئ، يعني بعيد العمال رئيس الدولة أو المسؤولين اليوم خلي راجع نفسه، يقول هو يقول شنو مستقبل الصناعة اليوم بالعراق؟ لما داعي وزارة الصناعة تقول أنا أريد أجدد صنع بالعراق، شنو الرؤية الاستراتيجية اللي وضعوها للصناعة اليوم بالعراق؟ للأسف اليوم إحنا يغيب عنا كل شيء، مجرد أنه هناك فساد، هناك سرقة بالأموال، هناك استغلال مثل ما ذكروا الأخوان بالمقاطع اللي عرفتوها، أنه يخلون الدولة تشتري من القطاع الخارجي مو داخل الدولة، مو من المعامل الدولة. يعني أكو فساد موجود بهذه الصفقات وهذه يعني التندر مالت البناء وغيرها، القابلوات والأنابيب مثل ما ذكرت في العمارة. إحنا اليوم للأسف أكو معامل متوقفة بقرار حكومي، مو بسبب الموجود ماكو موجود عندنا قطاع خاص. إحنا اليوم للأسف أستاذ أسد جاي نعاني أنه العراق اليوم إلى الأسوأ، إلى 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 الهاوية، بسبب توقف الصناعات، توقف المعامل، والدولة ما تهتم بهذا الأمر. والسبب لأن اليوم المتسلطين بالدولة، الماسكين زمام بالدولة، لديهم أعمال ولديهم معامل خارج العراق يريدونها أن تعمل حتى تدخل صناعتها بالعراق. أنا أعتذر لإطالة سعادتك، شكرا جزيلا. شكرا لك أبو علي. بعدين لا ننسى أنه أحد وزراء الصناعة اللي جوي ويا حكومات الاحتلال، الصور صالح جبوري لما طلع وقال أدنى بالدرج تقريبا يعني بالمجر 5000 مصنع، اي وزير صناعه يجي الى 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 الوزاره ممنوع يحكي بيهن وعليهن فيتو هاي المصانع انه ما يشتغلن. هذا طلع بالتلفزيون صرح هذا التصريح. ابو محمد من النرويج، حياك الله. السلام عليكم استاذ أفل. عليكم السلام ورحمه الله. يا صقر ابن الصقر، الله يسلمك اخوي العزيز. انا اسميك صقر ابن الصقر، الله يسلمك. صرت الحق انت.
وقناة الرافدية صوت الحق. الله يسلمك يا غالي. استاذ أفا، الآن يمكن الموضوع يعني خارج نطاق. أولا أهني عمال العراق اللي مرحومين، هذا أول شيء. نعم. وموضوعي خارج هذا. تفضل. أنا عندي يعني أجيب لك إياها على مدى الانحطاط اللي وصل إلى السياسي. نعم. أنا عندي ابن محاسب بالبرلمان. نعم. لأنه يجي يمي، فنصحى أقول له ابني لا تمشي بالغلط. نعم. لا، اللي يريد من عندك خارج نطاق النظام والأصول والقانون أن تنجرف وياه. نعم. لا تمشي لهم شيء هو خارج نطاق القانون، أو يعتبر مثلا سرقة، أو يعتبر تهريب للأموال. نعم. فرايح مسولف مع رئيس البرلمان مع الحلبوسي، راح مسولف قايل له والدي ايش يقول؟ قال له ممنوع عليك بعد توصل والدك، وممنوع عليك بعد تحكي وياه. صار سبعة أشهر منع ابني أن يوصلني ويتواصل وياي. سبعة أشهر بالضبط. زين. ممنوع علي أن يتواصل وياي. ولذلك شوف مدى الانحطاط ومدى وين وصلت، انه الطريق الصحيح ما يرضي نهائيا. الطريق الصحيح هذا مرفوض وما يردوا، ويردون بس الانسان اللي يمشي بخطهم، بخط السرقه وخط البوق. هذا هو اللي يردوا. نعم. هذا اللي اردت اوضحه لك. وصل. وخلي يسمع هذا الشعب المظلوم. وصل يا ابو محمد. اللي وصل واللي قلته يعني صدقا ماكو غير كلمه واحده اقدر اقولها عليه، لا تعليق. الله يعطيك العافيه. وهذا صوتي بس بدي اسمعه من خلالكم. الله يخليك ان يوصل لهذا الشعب، عسى انه يوعى. وصل. الى الى وصل والكل سمعك. الى 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 نعم. نعم. شكرا الى شكرا لك ابو محمد، والكل سمعك. نبقى ويا اليوم العالمي للعمال، او يوم العمال العالمي، ويا حراك الطبقه العامله. انطلقت تظاهرات حاجدة بالعراق بساحة التحرير ببغداد وباقي المحافظات، أن يطالبون يتم إنصاف شريحة العمال بالعراق، أن يتم تعديل سلم الرواتب ضمن موازنة سنة 2023. هذا كله يتزامن ويا حلول يوم العمال العالمي بواحد خمسة من كل سنة، واللي هو اليوم. مشاركون بهاي التظاهرة توجهوا باتجاه المنطقة الخضراء حتى يضغطون على حكومة محمد الشيع السوداني بلكت تنصفهم وتحقق لهم العدالة. خلونا نشوف. موظف الدولة والمتقاعد كره أكثر سلم بالحياة هو سلم الرواتب، لأنه مدى ينصفه. مقاطع ثانية مصورة أظهرت مشاركة حشود من المتظاهرين بالنجف وبابل والقادسية وميسان ونينوى بتظاهرات ينددون بها فشل حكومة الإطار برئاسة محمد الشيع السوداني، عدم إيفائها بوعودها أن توفر فرص عمل لهم وزيادة رواتبهم، واتهموا المتظاهرين من نينوى الأحزاب السياسية بتجاهل معاناة العمال والعراقيين بالتضخم اللي صاير والأزمة الاقتصادية اللي تعصف بالبلاد. المتظاهرون أشاروا إلى أن الطبقة الوسطى اللي معظمها هم موظفين سحقت بالعراق بوقت يتجذر به الفساد بالدولة، وتتعاظم ثروات المسؤولين اللي هربون الأموال للخارج من دون أي مساءلة أو محاسبة. خلونا نسمع. نعم للتعديل كلا للتهميش. نعم للتعديل كلا للتهميش. والروح للدم نفديك يا عراق. والروح للدم نفديك يا عراق. يلا وين
سمعتوا شيء غلط؟ كلا للتهميش، نعم للتعديل، مطلب مطلب إلى أي موظف. بهالأثناء طلعوا الآلاف من موظفي دوائر الدولة بتظاهرة اليوم طالبوا بها بتعديل سلم الرواتب بمحافظة ذي قار، وأفادت مصادر صحفية أنه آلاف موظفين أو آلاف من الموظفين من دوائر محافظة ذي قار نظموا تظاهرة غاضبة بالناصرية حتى يطالبون بتعديل سلم الرواتب. خلونا نسمع. بالبصرة همينا طلعت حشود غفيرة شاركت بتظاهرة يطالبون بها بتعديل سلم الرواتب حالهم حال محافظات البقية، وكانوا من بين المشاركين حشد كبير من الطواقم التعليمية اللي طالبوا أن يتم إنصافهم ورفع رواتبهم أسوة بباقي الوزارات. هذا كله راح أشوفه ورا ما نشوف هذا الفيديو، نستعرض بعض التغريدات على هاشتاغ سلم الرواتب الجديد. الموظفين راح تكونين بكلمة، الموظفين ما يبقون ساكتين اليوم، الموظفين يعلمون الدولة، هم يعلمون المسؤولين بأن احنا عندنا غير على الدولة، ما وقفنا العمل، طلعنا بيوم عطلة، لكن ما راح نبقى ساكتين. الموظفين راح يوقفون عمل الدولة إذا ما كانوا سلم رواتب بنصف، هاي قد تبقى بذهن الكل. ما معقولة تبقون ساكتين، إلى متى سكوتكم؟ إلى متى سكوتكم؟ تبقون ساكتين؟ تبقون ساكتين؟ تبقون ساكتين؟ هيهات من الذلة، أنا أريد أسأل سؤال واحد. أمريكا والأمم المتحدة ومجلس الأمن ماذا يشوفون هاي الحشود دا تطلع ودا تحكي ومعاجبها شي؟ لو دا تشوفهم هذول عايشين بسويسرا مثلا، الناس لما شافت هذا الشيء قلنا لكم راح نختار لكم بعض التغريدات على هاشتاغ سلم الرواتب الجديد. رند مجيد تقول نريد حقنا، نريد سلم رواتب جديد يحفظ كرامتنا، نريد السوداني يوفي بكلمته قدام شعبه. أحمد الخضر يقول الحقوق تؤخذ ولا تمنح، متضامنون للحصول على سلم رواتب عادل يضمن حقوق الجميع ولا يميز بين فئة وأخرى. أبو العز على الحكومة المركزية أن تعي وتفهم أن سلم الرواتب الجديد أصبح مطلبا شعبيا وجماهيريا لا يمكن تجاوزه أو التغافل عنه بأي شكل من الأشكال. وعلي جواد يقول ما ضاع حق وراءه مطالب، اليوم الاثنين 1/5/2023 الجيش التربوي يطلق كلمة أمام الطغاة، ومن أجل الحصول على المساواة وتطبيق قانون عادل يكفل حرية العيش الكريم ولكل أفراد المجتمع بمختلف الاختصاصات والوزارات والمؤسسات الحكومية في العراق. فكانت هاي بعض التغريدات على هاشتاغ سلم الرواتب الجديد. وعدنا اتصال أبو عمر من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم عم نفاد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عمي؟ شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. يا بعد قلبي. طبعا بالنسبة للمال العمال، العمال مثل ذيك الدول. نعم. يعني تدي هذا هذول المنظفين بالدول يعني راتب أزيد من راتب الدولة. نعم. زين سلم الرواتب أبو يعني عمر. أبو عمر بداية أنت تعرف المنظف باليابان شنو اسم المهنة مالته لو لا؟ نعم اسمه مهندس. اسمه مهندس نظافة. مهندس نظافة. نعم نعم يعني هو يعني هو يأخذ راتب أجد من رئيس الدولة. نعم. ومحترم وتحترم الدولة. نعم. وكل شيء خدمات مقدمة له يعني كل الدول العالم. نعم. مو بس اليابان. زين؟ فأنت تطي راتب 175. زين هذا جاي نظف يعني ليلاً مع نهاراً، يعني ليش حتى الله ما يقبلها؟ نعم. زين؟ أو نزل الرواتب، رواتب الموظفين.
ما سلم الرواتب، انت يا رواتب تعددتوها زين، يا موازنه الماخي ما هو ما كلتوها، يعني من الموازنه من هاي صار 20 سنه كلها جاي تقاسمونها. نعم مثل ما تقاسمون مثل ما تقاسمون الكيكه. نعم زين انتم الاحزاب هاي كلها الكم، كلها جاي توعدون العالم بوعود كاذبه ماكو وعود صادقه. نعم زين لو لا نعم ودمرت الشعب العراقي دمار يضحكون على الشعب العراقي، بس عمي هيهات من الذله. انا اعطي نداء الشعب العراقي والله هيهات من الذله. نعم. والله العظيم عمي قوموا عليهم سووا ثوره عليهم دول على الاحزاب هاي الفاسده. نعم نعم هاي جاي تتقاسم تتقاسم الحكم الشعب العراقي. نعم نعم ترى ما تعطون شيء عمي الشعب العراقي، سمعوني سمعوني وياكم وياكم مستشهدين ابو عمر من الناصيه سمعوني والله حياك حياك والله ترى يبهدلوكم وكله كذب وماكو موازنه، والموازنه هاي كلوها كلو ما 23 راح ياخذون 24 راح ياخذون 25 كلو لا واحنا مدين وعلى الرناوي الحين ايش نايم هاي كلها انتم عم تقاسموها. نعم يا شاه السوداني ما فيها عمي هاي بين السوالف هاي كلها مسلكتين وكلها كلها كلاوات تسلمون على العالم براحتكم. نعم براحتكم. شكرا شكرا لك ابو عمر. تنتقد هوايه من المراكز الحقوقيه والمنظمات الدولية اللي معنية بحقوق الإنسان تنتقد قوانين السلطة الحالية بالعراق، خصوصا قانون مكافحة الإرهاب أو قوانين مكافحة الإرهاب. من ضمن هاي مفوضية حقوق الإنسان اللي تتبع الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية اللي احتجوا على استخدام المفرط الهل قانون حتى شنو يقول لك من أجل الانتقام الشخصي، على الرغم من المطالبات الدولية والمحلية اللي تكررت هواية أن يتم تحقيق العدالة بالمحاكمات بالعراق، أن يبتعدون عن أسلوب الانتقام، أن يبتعدون عن التعذيب حتى ينتزعون الاعترافات بالتعذيب، أن يبتعدون عن الاعتماد على المخبر السري بكيل التهم الكيدية للمواطنين، لكن هاي الحالات بعدها مستمرة وبشكل كبير بحيث صارت السجون تكتظ وتزدحم بعشرات الآلاف من الأبرياء، وخلي جواها ألف خط اللي المفروض ما يقعد بسجن. بالسياق ناجدت أم لأحد المعتقلين بسجن القاهرة ببغداد، ناجدت الجهات المختصة أن يتم إعادة النظر بقضية ابنها المسجون وراء ما انتزعت اعترافاته تحت وطأة التعذيب واتهمة إدارة السجن بالارتكاب عليه. خلونا نسمع مناشدتها. شهيد على مود ابني مسجون على قضية 56، و56 كان بالشعب، بعدين يجي كتاب على ابني قالوا لي يردونك بالقاهرة، راح للقاهرة، اجي الشكوى علي بالقاهرة على اساس مرة تطلبه فلوس 28 ما ادري 20 مليون، والولد مو هو قرب الاعتراف شو يسوي؟ اجي قلت لا ملازم اول كرار عذبه من وجه لا جسمه لا ايدي، قال له لا تقر انت هاي البنيه انت هاي المره تعرفها، قال له ما اعرفها وموتينا كتل، ويريد يسوي له كتب وسووا له 50 دعوه 50 دعوه هو على اساس ابني بيها وموالي 97، وقام تجي له الدعاوى منا ومنا وما اعرف شنو مصيري، وانا ناشدكم الله وبيكم اريد تخلصوني ملازم اول كرار بالقاهره عذب ابني واريد الشكوى مالتي توصل. واحد عمره 24 سنة عنده 50 دعوة، بابلو اسكوبار ما عنده هالقد دعاوى. المهم على الرغم من تقريبا صار الحكومة السوداني 7 أشهر، لكن العفو العام بعده هو رأي أو جدل عام بين الكتل السياسية، خصوصا الكتل المكونة لتحالف إدارة الدولة، لأنه أكو خلاف على الفئات اللي راح تنشمل بقانون العفو العام لحد هاي اللحظة. وبمحاولة أن يبيضون وجه الحكومة وراء تسويف هاي القضية، أعلن وزير العدل الحالي خالد شواني يوم أو الأسبوع الماضي أعلن عن تشكيل لجنة حتى يعدون هذا القانون، واللي قال أنه راح يكون إنجاز كبير لكل الكتل السياسية اللي تنضوي داخل ائتلاف إدارة الدولة. بدورهم استأجنوا مجموعة من ذوي المعتقلين بالسجون الحكومية تنصل حكومة الإطار اللي يرأسها محمد الشياع السوداني عن وعودها بأن يتم إقرار قانون العفو العام وراء ما الدولة وأنباء عن عزمها إقرار هذا القانون خلال عيد الفطر المبارك اللي مضى من أيام، واللي
مضى العيد وما أبصر هذا القانون النور بسبب خضوعه للمزايدات السياسية حال حال أي قضية موجودة بالعراق. خلونا نسمع. احنا نطالب بالعفو العام رأفة بكل المظلومين اللي وقع عليهم الظلم والتعذيب القسري واللي انتزعت الاعترافات منهم بالتعذيب. فمنهم سعيد نقول الحظ اللي حصل تقرير طبي، حصل تقرير طبي، أهله ركضة ومحامية شاطر حصل تقرير، وآلاف ما حصلوا تقرير طبي. زين من يقولون عفو عام، العفو العام ليش تشكيل لجان؟ عمر السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بتشكيل لجان للبحث بهذا الموضوع، فقط لعندهم تقرير طبي تقريبا وصلنا ب3000 أو 30,000 العدد وصل تقرير طبي. زين ما عنده تقرير طبي بهالحالة شلون وهو مظلوم وبريء؟ هواية منهم ما عندهم تقرير طبي، واللي يعني حسب التعذيب كان الحكم اللي تحمل منهم وصبر يجوز وجالد ودفعوا أهله حصلنا حكم مؤبد وتقرير طبي. زين هواية منهم من حكمة وعدامهم ما عندهم تقرير طبي. زين يا ترى هل هو اعترف على روحه وانحكم اعدام؟ يقول لك الاعدام ما مشمول. زين هو اكثر واحد تعذب وانحكم، اكثر واحد ذاق الاذيه والعذاب، ويجوز مظلوم وبريء وحطوه بمكان واحد او اشتباه او مخبر سري. زين ليش هالفقرات؟ اذا نريد نصبر للمعتقل اللي ما عنده تقرير طبي نقول له لك الله، بس إذا سياسيين يردون يقولوا له لهذا المعتقل اللي ما عنده تقرير طبي، يعني أي واحد من البرلمان، وزير العدل، وزير الدفاع، وزير الداخلية، راح يقول له مش بوزك. هيك دا يتعاملون هم ويا المعتقلين. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على قضية العفو العام، وأول تعليق ويانا من فيسبوك ذكرى الخفاج تقول العفو العام مطلب كل العراقيين الشرفاء ومطلب الأمهات والزوجات والأطفال. أم رائد تقول هذا العفو راح يفصلوه على أمزجتهم، وشنو هالعفو هذا ودعاوى الإرهاب ما شامليها اللي هي أكثر الدعاوى ظلمة وأولادنا بيها، حسبنا الله ونعم الوكيل، أفرجوا عن أولادنا ظلمتوهم وظلمتونا. جواد الوادي يقول الحكومة العراقية مو بيديها اللي يجيها أمر من دول الجوار بالعفو يلا يقروه، مع الأسف العراق تقوده غير دولة. محمد حمدان العبيدي العفو العام مطلبنا، أمانة في أعناقكم، أنصفوا الأبرياء والمظلومين. فكانت هاي التعليقات حول قضية العفو العام. وعندي اتصال من النجف، أبو حسين، حياك الله يا أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله ضمن منبركم هذا الشريف تطرح وضعية الشهداء، دول الشهداء اللي أضطوا نسوا دمهم للوطن وردوا الوباء عن الوطن، راتبه مليون دينار وقاعد بالإيجار وعنده أم وعنده أبو وعنده مرة وعنده أطفال وأخوان، يعني راتب 70,000 دينار. هذا العراق بالخير، هذا العراق اللي يعني المبالغ فائضة به، يعني هذا الشهيد قاعد بالإيجار حفر عليه القطعة في الأرض. أبو حسين، لما ذكرنا قضية تعديل سلم الرواتب فهي تشمل الشهيد والمعوق والمصاب والمريض والرعاية الاجتماعية والتقاعد وكل فئات المجتمع. أنا مو دا أنتقص لك، لا، الشهيد على راسي، والله يرحمه وين ما كان، والله يخلي له ذرية إذا كانت ذريته موجودة للي سواه دفاعا عن بلدي وعن حقي. لكن أسألك سؤال، واحد عنده 10 نفرات وما عنده شغل وما عنده كل شيء وقاعد بخيمة وما عنده رعاية اجتماعية، زين هذا شو تقول له؟ جريمة. زين أستاذ جامعي وأحكي لك عن شخص يقربني قرابة شخصية، عمل في الجامعات العراقية 35 سنة وما عنده تقاعد، شو تقول له هذا؟ أستاذ العزيز، أي إحنا هسه العراق بصورة عامة مهمش، نعم، لا بي مزارع، لا بي فلاح، نعم، لا بي عامل، مع يعني الله يقبلها كيس الكيمياوي الفلاح يشتري ب70,000 دينار، واحنا اصحاب معامل عندنا موجوده مال اسمده كيمياوي،
زين احنا هو هذا اللي رد تقزه ابو حسين انه احنا برنامج شامل الى كل فئات المجتمع. نعم احنا ننظر نظره عامه، احنا قاعد البلد تفسخ تفسيخ كامل. تمام زين تمام، تؤمر امر وان شاء الله يكونون الشهداء موجودين يانا، لكن بدنا نطلع كل المشاكل الموجوده بالعراق. شكرا لك ابو حسين. قطاع التعليم بالعراق يعاني من جمله من المشاكل تتعلق بمناهج تعليميه، قله طواقم تدريسيه، سوء الاداره. هذا الملف المهم الى جانب عمليات الفساد اللي صارت تاهيل المدارس او اعاده بنائها ورا ما نهبت الاموال اللي خصصت لها. مثلا قضاء شط العرب بالبصره ناشط من هناك وجه دعوه الى السياسيين والى وزاره التربيه ان ينظرون بوحده من المدارس اللي متلكئه من 3 سنوات. خلونا نشوف. من قضاء شط العرب ومن منطقة باب جليع اللي هي قريبة على منطقة الحوطة راح أشوفكم أحدى المشاريع المتلكئة منذ 3 سنوات، وهي مدرسة في هذه المنطقة، منطقة باب جليع اللي قريبة عن منطقة الحوطة في قضاء شط العرب. صار لها حسب ما رولي الأهالي، طبعا الآن وقت الظهيرة ما موجود أحد منهم، ولكن حسب اتصالات الهاتفية أنه صار لها أكثر من 3 سنوات متلكئة، فقط الأساسات. خلي يشوف وزير التربية المحترم، السيد وزير التربية المحترم، وإلى أنظار السيد محافظ البصرة المحترم يا أخوان وكافة المعنيين بهذا الملف. يعني هاي مدرسة أخوان، شوفوا أنا واقف على الأساس مالتها، صار لها 3 سنوات أو أكثر. ليش مو عندنا نقص بالمدارس؟ وعندنا نقص اليوم، عندنا مدارس كرفانية وعندنا مدارس طينية، ليش؟ بس أرد أفهم. ملاحظين مشاريع العراق أغلبها بس أساسات مشمرة؟ هواية المشاكل، هواية، بس ما تحيط بس بواقع التعليمي. اللي صار المعلم نتيجة لهذا الشيء هو الحلقة الأضعف، المفروض هو الأقوى، بسبب تعرضه إلى الاعتداءات. مثلا مدير ثانوية ميسان بناحية العزير بالعمارة، وأحد من أحسن الأمثلة اللي صار على ظلم المدرس بدون ما أخذت وزارة التربية أي إجراء لإنصافه. مدير الثانوية الأستاذ حسين اتهموه بتهمة باطلة وراء مشكلة شخصية على قطعة قاع، وصل بخصومة أن يتهموه بترويج المخدرات بعد أن وضعوا له مواد مخدرة بالقاع نفسها حتى يعتقلوه بتهمة كيدية. وراء هذا الشيء طلعت تظاهرات غاضبة من أبناء الناحية وطلاب الثانوية يطالبون بالإفراج عن هذا المدير. خلينا نسمع. مدير مدرسة ثانوية بناحية بجنوب العراق. أريد أسأل يا محمد الشياع السوداني، لو أنت بهاي الناحية عندك هاي الشعبية؟ على ما يبدو أن وزارة التربية الحالية ما مهتمة بهاي المواضيع الحساسة، لا، كل ما يعنيها أنه مديرياتها بكتب تافهة ومو مهمة ورسمية. عممت تربية الرصافة الأولى كتاب على الطواقم التربوية بالرصافة أن يزورون مركز تجميل لبناني. تخيلوا مديرية تربية معنية بالمدارس والمناهج تعمم للعاملين يروحون المركز تجميل لبناني. لعد العملية التربوية والتعليمية بالعراق شلون دا يديروها؟ خلونا نشوف. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، الكوادر التربوية والإدارية كافة، إعمام يرافق إليكم صورة عن كتاب شعبة الشؤون القانونية ذي الرقم، ما أعرف شنو هاي المعاينات، رقم هلقد، التجميل غير الجراحي، تنظيف بشرة بهلقد، كاربون ليزر بهلقد، بلازما بهلقد، ميزو ما أدري شنو بهلقد. يعني هاي تربية الرصافة الأولى، لو مركز الرصافة للتجميل اللي طب الى الامتحانات يمتحنوا جلسه الليزر بيش، اللي طب للامتحان وراء هذا الكتاب بده يشوفوه يمتحنوه مثلا الفيلر ايش قد قيمته. ترى عيب، والله عيب تهتمون بهالمشاكل هاي. ناس لما شافت هذا الكتاب وغيره علقت على هذا الموضوع.
سعدون الخوجة يقول جيد التعليم صار يشتغل بالدعاية لمراكز التجميل بدل إشاعة ثقافة التعليم والعلم، وأن وصلتم من الانحدار الرخيص الله لا يعطيكم العافية. فاتن تقول والله عيب، معقولة كتاب رسمي يصدر من دائرة حكومية يحتوي هيج مضمون؟ لله درك يا عراق. ومنير الدعم يقول هذا فساد أخلاقي وإداري، أما المركز يعود لأحد من عائلته أو له حصة شهرية. أنا أقول الأولى. أياد عزيز يقول المفروض يعاقب المدير العام والمعاون الإداري على هذا التعميم، ويسأل الوزير شلون يعني مديرية تربية. تعاني الطبقة العاملة بالعراق حالة من الحرمان وعدم ضمان الحصول على حقوق وغياب فرص عمل، ويفتقر العراق إلى بيئة مناسبة للشغل. لسبب أكو قوانين وتشريعات تضمن حق العامل، وأكو قوانين تضمن الجهة اللي تشغله، وصار مؤخرا تسريح العمال هي الظاهرة الموجودة بالعراق، خصوصا تأخر رواتبهم. وهذا النقص الحاصل بالتشريعات القانونية زاد من معاناة العمال العراقيين، وتجمعوا فئة كبيرة من العاملين على تعرضهم للابتزاز والاستغلال وسوء المعاملة بمواقع الشغل. وأكو تمييز بين العمال على أساس الولاء العشائري، الطائفي، المذهبي أو الحزبي. لهالسبب أكدوا أكو تهديدات بإنهاء عقودهم أو نقلهم إلى أقسام وأماكن أخرى مقابل الحصول على رشوة للبقاء بأماكنهم. وعندنا هاشتاق، عفوا عندنا انفوغرافيك عند قسم التواصل الاجتماعي حول هاي القضية، خلونا نشوفها. شكرا لقسم التواصل. اتهموا مدونين واعلاميين موكب رئيس الوزراء الحالي محمد الشيعة السوداني ان يتسبب بوفاة شابة عراقية على طريق المطار خلال زيارته اللي وصفت بالاستعراضية، لما طلع ورز المدير المطار اللي طلب الاعفاء من منصبه ورا الزيارة. وقالوا مدونين انه رئيس الوزراء طلع عصبي وهو يرز الموظفين المطار بهالاثناء نكبت عائلة بوفاة بنتهم بحادث تسبب بموكب على طريق المطار، وما تجرأت اي قناة ان تتناول الخبر على اهميته حتى ما يزعلون حج فلان وشيخ فلان وتاج راس فلان. وأكدت مصادر صحفية وفاة الموظفة الشابة إسراء وليد خير الله الراوي اللي هي من تولد 98، وإصابة موظفة تعمل داخل المطار تدعى هبة محمد كريم حسين الربيعي تولد 91 بحادث اصطدام عجلتهم بعجلات حكومية عند زيارة السودان. ولهالسبب كان أكو هاشتاغ اليوم تصدر ترند العراق اللي هو هاشتاغ الشيعة السوداني قاتل، اختارنا لكم بعض منها. علي حسن يقول تلطخت يداه بدماء العراقيين وقتل امرأة عراقية تدعى إسراء وليد خير الله الراوي من تولد 98، ودهس امرأة ثانية تدعى هبة محمد كريم حسين الربيعي تولد 91 وهي بين الحياة والموت. السوداني المستهتر وحمايته المستهترين عليك وعلى اللي جابوك.
زينب، هل فعلا شعرت بالزهو حين دست على أرواح العراقيين وأنت في طريقك للإعلان عن منجز لا يذكر وليس له أهمية؟ وخالد حميد العقيد يقول: ليس الشيع السوداني وحده بقاتل، بل كلهم بلا استثناء وحسابهم عسير، ولا أسى على المقتولين، بل الأسى على نفوس القاتلين التي ظلموها هم أنفسهم. وسهير الجميلي تقول: طمطموها الولائين ونسبوها لسائق سيارة مدنية، هاشتاغ الشيع السوداني قاتل. لو كان هذا الحدث في الغرب لاستقال الرئيس في نفس اللحظة، لكن هؤلاء قتله. فكانت هذه التغريدات حول قضية دهس شابة عراقية ومقتل شابة أخرى في طريق المطار أثناء زيارة محمد الشيع السوداني للمطار، لأنه مدير المطار طلب إعفاء من منصبه وطلع الأخ صاير عصبي، ليش مدير المطار يطلع من منصبه؟ ما يرضى، فراح دا يبقيه بمنصبه ويقول له إحنا متمسكين بيك، فكت له وحدة ودهسوا الأخ. مشاهدينا الكرام، هاي كل ما موجود ويانا بحلقة صوتكم، نتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بإذن الله، انتظرونا. في أمان الله.